معلش ونبقى يلا قوم يا صاحبي. يلا كبدك ايه كبدك ايه. صدقني يا سعاده الباشا انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات وحرقوا ليه عدم المؤاخذه؟ هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دافع لكم يا ابني انت وهو؟ معلم سلومه باشا، جالنا فم الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه، وقال لنا عايزكم في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول، وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقالي، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي حقي. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر، هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير، انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم، ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوى يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه. بالراحه يا فاطمه بالراحه. منوره نجوان. الو مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعاء للحضور في اسم شرطه مصر القديمه حالا. استدعاء ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله، ايه مالك مالك خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده، وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء؟ ما تفهمني. احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعدي عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز، بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب مش مهم. خلاص مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم، انا مش عايز اعمل محاضر ولا حاجه، خلاص انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟ انت تصرفاتك غريبه ليه؟ علاء انا ضيفه هنا عند كوريا قريبتي يعني، وما بقاليش كتير، فانا مش عايز اعمل مشاكل مع حد ولا عايز اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي سلوكه ده وانا خلاص مسامحك. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجود عشان احميكي. امال ايه لازمتي ايه؟ بقول لك مش عايزه، يعني مش عايزه يا علاء. في ايه؟ هو بالعافيه؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص. طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفه يا علاء معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيره قوي في حياتي، وكنت متخيله الحياه هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني معلش، حقك عليا. خلاص يا ستي انا مش زعلان، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهارده بعد ما اخلص شغل ونروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ عامل لك مفاجأة. لا مفاجأة ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعد عليكي بنص ساعة عشان تلحقي تلبسي وبعدين حاجه اختك. طيب يلا ماشي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيلة دم ماما نادرة جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامة. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكرة، نجوان. مرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكلك كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحدة اسمها هايدي ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي، منوره مصر يا نجوان. هو احنا رايحين على فين؟ عامل لك مفاجاه. عامة خلاص احنا قربنا نوصل. مالي؟
خليك ساكته ليه؟ لا مفيش، مفيش خالص. طب ما تتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم اقول ايه؟ اي حاجه. احنا من ساعه ما خرجنا وانت ساكته، وبعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام. ما انا بتكلم اهو. انت متضايقه من حاجه؟ لا لا خالص خالص مفيش. تعالي على ابيات اتفضل. اتفضلي. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلت لك عليها. تعالي بس تعالي يلا يلا. ازيك يا عم سالم؟ عيني ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ست هقول لك. انا ساكن في العماره دي، انا ووالدتي، الدور الثالث الشقه اللي قدام الاسانسير، وهي عزماكي على العشاء وعايزه تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ هي بصراحه قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتاخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف مش عارف يا علاء، معلش انا لازم اروح. تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقول لك ماما عزمانة على العشاء، وبعدين دي قاعده بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك، وبعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه، انا عايزه اروح. بقول لك ايه، انا كده ما عدتش فاهم حاجه، وانا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لا، اقول لك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا. عرضت عليك الجواز وعمال تطوهي في الموضوع، سألتك مرة واثنين وثلاثة، في الآخر اللي بتقوليه لسه ما فكرتش. دلوقتي بقول لك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضه لأ، هو في إيه؟ أنا مش منقول من هنا غير لما أفهم في إيه. مش هينفع يا علاء، والله ما هينفع، عشان خاطري والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطلي عياط وتفهميني في إيه؟ أنا بقول لك أنا عدوك، أنا بقول لك أنا بحبك. كل عايز أفهمه مالك؟ فيكي إيه؟ أنا أحكي لك على كل حاجة. ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في أي حتة؟ حاضر اتفضلي. أنا أحكي لك على كل حاجة، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها الأول. أنا بحبك يا علاء. أنا هجاوبك على كل الأسئلة اللي في دماغك أو اللي ممكن تيجي في دماغك. أنا ما اسميش جمالات، وما بقاش قريبة كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وانت مين؟ أنا هايدي.